كما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لنقل شاحنات ومدرعات أمريكية، وذلك بالقرب من سيطرة السدرة في محافظة البصرة جنوبي العراق. بعد على سيطرة السدرة بعد فد نص ساعة. شوف الظل، ما ادري ايش راح يصير بالعراق يا رب. بدي خيرك بالمشكلة، ما يقبلون نصور، يرمشوا لك يظلون بس الصور.